لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي طلابي طلاب الصف الثاني الثانوي، موعدنا الآن مع المحاضرة السابعة وهي من قصة وإسلاماه. سندرس معا في هذه المحاضرة الفصل التاسع من النصف الثاني من العام الدراسي 2012-2013. أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم الخير لمصر. يقول مصطفى صادق الرافعي: لن يكبر عليكم شيء ما دامت كلمتكم الله أكبر. إذن قصة وإسلامات كما تعلمون تبدأ في النصف الثاني من الفصل الثامن، وقد قمنا بشرح محاضرة الفصل الثامن، والآن نبدأ بإذن الله في مجمل أحداث الفصل التاسع. فنجد أحبائي إذا أردنا أن نتذكر ما حدث في الفصل الثامن، فنجد أن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام قد أتعب الصالح إسماعيل حاكم دمشق في ذلك الوقت، فأمر بتقييد سيره وحريته وأبقاه في منزله. وعلمنا في الفصل السابق أن قطز كان هو حامل أو حلقة الوصل بينه وبين أنصار الشيخ، وهكذا ضاق صدر الصالح إسماعيل من الشيخ وهدده بالقتل، ولكنه خشي من أنصاره فقرر أن ينفيه إلى مصر، وقبض على بعض أنصاره ومنهم الزعيم وصدر أملاكهم، ثم أطلقهم بعد ذلك مرة أخرى. وكان يوم وداع الشيخ وهو خارج من دمشق مشهد عظيم، ولكن ما عزاهم أن الملك الصالح نجم الدين أيوب ملك أو سلطان مصر في ذلك الوقت أكرم الشيخ وولاه خطابة جامع عمرو وقضاء الوجه البحري والقبلي، وهذه المناصب أعطت شكلا عظيما لهذا الشيخ العظيم. وعندما خرج الشيخ وفارق أرض دمشق بدأ قطز يتذكر نفحات الشيخ ودعاءه له، وكان حزنه شديدا هو وابن الزعيم على رحيل هذا الشيخ والصديق، وكان أكثر أسفا قطز على ما حدث للشيخ. ثم تطورت أحداث سياسية، وعلم الناس جميعا أن هذا الرجل ملك دمشق سلطان دمشق في ذلك الوقت رجل يخون الله ورسوله، فقد اشترك مع الكفار وهو دائما مع الفرنج. ولما علم أن سلطان مصر بن الدين سيرسل جيشا، فقد ذهب إليه العز بن عبد السلام بنفسه وحربه على قتال الصالح إسماعيل. فلما علم إسماعيل أن المصريين سوف يأتون بجيش، بادرهم هو حتى نزل بجيشه المكون من بعض الشاميين وكثير من الفرنج، ونزل بمكان اسمه نهر العرجاء، وكان من أنصار نجم الدين أيوب الناصر داود، وكان اللقاء في هذا المكان، واستطاع الصالح إسماعيل أن يهزم الناصر
نظرا لقلة عدده، فلم يكن قد الجيش قد اكتمل بعد. واستولى إسماعيل على أثقاله وعاد إلى العرجاء. ثم بدأ إسماعيل يجهز الجيش للمعركة الكبيرة، وبدأت المعركة بوصول الجيش المصري. وكاد الجيش المصري أن ينهزم في هذه المعركة التي تسمى معركة تل العجول. فاستأذن قطز سيده في الخروج ليقاتل في سبيل الله، فما كان من سيده ابن الزعيم أن يرده عن الجهاد وهو يجري في عروقه، ولكن اتفق معه على حيلة، وهي أنه سيكون هناك فريق في الجيش الذي سيكون فيه مع جيش الصالح إسماعيل، حتى إذا احتدم القتال فليبدأ قطز بالصياح بصوت عال في وسط الجيش لكي يقلب الموازين على رأس إسماعيل، فيحول الشاميين الذين مع إسماعيل إلى صفوف المصريين الذين أتوا لكي يخلصوا الشام كلها من الفرنج ومن الغرباء. وفعلا وافق قطز بعد أن وعده ألا يزيع هذا السر على أحد، وبدأ القتال. وبدأت يحتدم القتال، وكاد الجيش المصري ينهزم كما نعلم. وبدأ قطز في تنفيذ خطته، ولكن في البداية المصريون شكوا في هذا الأمر واعتقدوا أنها خدعة. ولما أدرك قطز أن في الأمر شيء، بدأ يدفع جواده إلى لقاء الصليبيين وقاتل بجهاد وباستبسال، حتى ظن البعض أن هذا الرجل قتل بعد أن دعا كل الشاميين إلى الانضمام إلى صفوف المصريين، ونجحت الخطة وانقلب أهل الشام على الفرنج ومعهم المصريين وهزموهم هزيمة ساحقة. ولكن فر الصالح إسماعيل. بعدها ذهب قطز إلى الكرك وبشر الناصر داود بهزيمة الصالح إسماعيل، فأكرمه وأعطاه بعض الهدايا على هذه البشارة. أراد المصريون بعد المعركة أن يكافئوا قطز، ولكنهم لم يجدوه ولم يعرفوا من هو. طبعا كان بعد انتهاء هذا الموقف العصيب على قطز أن يفكر في الذهاب إلى مصر، ومن حسن أدبه أن يستأذن سيده، وبالفعل ذهب إلى سيده فوافق وأراد أن يعتقه، ولكن قطز رفض ذلك. أمر ابن الزعيم الحاج علي الفراش أن يأخذه إلى مصر حتى يبيعه للملك الصالح أيوب، ويحقق أمله بذلك في الوصول إلى المناصب العليا، ويحقق رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصبح ملكا عظيما على بلاد عظيمة، وأن يتزوج جلنار. ثم أوصى أن يأخذ هذا الثمن الذي بيع به قطز ويعطيه للشيخ ابن عبد السلام صدقة وهدية. أهم المعاني التي سترد أو وردت في هذا الفصل أن أنصار الشيخ صدعوا، أي جهروا ومضوا واستجابوا، واصدع يعني استجب، والأنصار مفردها نصير، ودأب أي اعتاد، ويكف يعني يمنع، وضاق صدره أي ضجر وتألم، والمضاد ارتاح. الشيعة هم الأنصار، فمن تشيع لإنسان أي ناصره، وأخمد بمعنى أطأ والمضاد أشعله، ريثما بمقدار. النفر جماعة من 3 إلى 10، النفر جماعة من 3 إلى 10، ندبهم أي دعاهم، يبطش بهم يعني يسطو عليهم ويهلكهم، انسل من وسط الجيش أي خرج وانطلق خفية، احتدم القتال أي اشتد، ولبه أي عقله، والجمع الباب، ونضع الهمزة الباب. الخلال هي الصفات والمفرد خلة.
تؤهله، ترشحه، تجعله مرشحا لهذا المنصب. بث أي نشر وأعلن وصرح، والمضاد كتم. يكنه أي يخفيه. أحبائي، ننتقل بعد ذلك إلى الجزء الثاني، وهو السؤال عن طريق السين والجيم. السؤال والإجابة في هذا الفصل الآتي: ما مصير الشيخ ابن عبد السلام بعد أن ضاق صدر الصالح إسماعيل به، وماذا كان رده؟ هدده بالقتل، ولما خشي من أنصاره نفاه إلى مصر كما طرد على ابن الزعيم وصادر أملاكه وأطلقه بعد ذلك. وكان رد الشيخ على رسل الصالح إسماعيل له: قولوا لمن بعثكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إذن ننتقل للسؤال الثاني: كيف كرم أو كرم الشيخ في مصر؟ أكرمه الملك الصالح أيوب وولاه خطابة جامع عمرو وقلده قضاء مصر والوجه القبلي، فأخذ يحث الصالح أيوب على قتال الصالح إسماعيل وأحلافه الصليبيين، ومن هنا ندم الصالح إسماعيل على أن نفاه إلى مصر، هو لذلك قد قربه من المكان الذي سيعد فيه العدة ليهجم عليه، فأعطاه الفرصة بذلك دون أن يقصد لقي يقوي من شوكة نجم الدين ويحثه على الإسراع إلى قتال الصالح إسماعيل في دمشق. ما موقف ابن الزعيم من فراق شيخه؟ حزنا شديدا، ولولا الذي منعه من أن يذهب معه أو يفعل شيئا له ارتباطه بعشيرته وأملاكه، ولولا ذلك للحق به في مصر، ولكنه تعزى بنجاحه وما لاقاه من الحفاوة والتكريم في مصر ومن أهل مصر. ما النفحات التي تذكرها قطب بعد رحيل الشيخ وما أثر الدعوتين عليه؟ النفحة الأولى هي: اللهم حقق رؤيا عبدك كما حققتها من قبل لعبدك ورسولك يوسف الصديق عليه السلام. أما الثانية هي الأحب إلى نفسه: اللهم إن في صدر هذا العبد الصالح مضغة تهفو إلى إلفها في غير معصية لك، فأتمم نعمتك واجمع شمله بأمتك التي يحبها على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وكان قطب يدعو بها في صلاته، فزادت ثقته بنفسه وكان مسرورا سعيدا. كيف كان حال ابن الزعيم وحال قطز بعد فراق الشيخ؟ حزن ابن الزعيم لرحيل صديقه وشيخه إلى مصر، وتمنى أن يذهب معه لولا مصالحه وارتباطه بأشيائه في دمشق، ولكن قلبه اطمأن على ابن عبد السلام نظرا لما حققه من نجاح في مصر. أما قطز فكان شديدا شد أسفا على شيخه، فقد أفاد كثيرا من أستاذه الشيخ في حياته. ما الحيلة التي دبرها ابن الزعيم ونفذها قطب، وكيف كانت النتيجة؟ الحيلة التي دبرها ابن الزعيم أن طلب من قطب أن يخرج في جيش الصالح إسماعيل المناصر للصليبيين كالمصريين. فكان من الطبيعي أن يخرج قطب في جيش المصريين، ولكنه طلب أن يخرج مع جيش الشام الذي يخرج من بلاد الشام مع الصالح إسماعيل. هذه هي الخدعة. فإذا تصادف الفريقان فعلى قطز أن يسرع بالانحياز مع جماعته التي ولاها ابن الزعيم دون أن تعلم ودون أن يعلمه أيضا إلى الجيش الذي يحارب الصليبيين. ولما التحم الجيشان وكاد المصريون أن ينهزموا، وإذا بصوت قطز يرتفع بقوة ولا أحد يعلم لمن هذا الصوت في صفوف الشوام: يا أهل الشام، يا أهل الشام، حي على النصر، حي على الشرف. ثم انضم كثير من فريق الشام للمصريين، إنما قالوا: أنتم تقاتلون المسلمون مثلكم، يجب أن تقاتلون الصليبيين. وهكذا في البداية ظن المصريون أن أول الأمر أنها خدعة، ولكن قطب حارب الصليبيين بقوة حتى أدرك المصريون الحقيقة فقاتلوا بحماسة وحملوا مع قطب حملة رجل واحد، فانهزم الصالح إسماعيل وجيشه وانهزم الفرنج هزيمة شديدة، وعاد المصريون منتصرين.
لقد اختلفت الآراء عن الشخص الذي أصدر الصوت عقب انهزام الصالح إسماعيل بعد اختفائه، وضح ذلك مبينا إلى أين اتجه قطز بعد المعركة. هناك من ظن أنه قطز، والبعض أنها قال أنه روح من روح الله، أو روح من روح آسف روح من روح المجاهدين، أو أنه أحد من الملائكة. ولكن أهل الشام من أتباع ابن الزعيم يعلمون أنه رجل منهم. بعد هزيمة الصالح إسماعيل مضى قطز يطوي الأرض حتى وصل إلى الكرك، وبشر الناصر داود بهزيمة الصالح إسماعيل وأحلافه من الفرنجة، فأكرمه الناصر وخلع عليه، وإن كان لا يعرف حقيقة أمره، إلا أن أحد الشاميين الذين انحازوا إلى المصريين قد بعثوه بشيرا بالنصر. لماذا رأى قطز أن ملك دمشق خارج عن الدين ويستحق الثورة عليه؟ لأنه اعتبره خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث اشترى حلف الكفار ليقاتل بهم جموع المسلمين. فيما استأذن قطز سيده وماذا رأى سيده؟ طبعا استئذان كان في القروض للقتال في سبيل الله مع جيش مصر، ولكن سيده رأى أنه سيزيد جيش مصر واحدا، أما وجوده هنا أنفع لأن الحرب خدعة، وأرشده أن يخرج في غمار جيوش الصالح إسماعيل كأنه واحد منهم، حتى إذا تصادف الفريقان فيصيح بأعلى صوته في الفريق الذي فيه بأن جيش الملك الصالح أيوب إنما يقاتل الصليبيين الكفار، وأن جيش الصالح إسماعيل خرج مع الكفار ليقاتل المسلمين، ثم يهيب ويحث المسلمين من جيش إسماعيل أن ينحازوا لإخوانهم المصريين. فاقتنع قطز برجاحة هذا الرأي وعزيمة هذه الحيلة ونفذها في سرية تامة، حتى الشيخ علي الفراش لم يعلم بهذه الحيلة. كيف خرج الصالح إسماعيل من دمشق ليقابل المصري ومن فيه؟ خرج وصار حتى نزل بنهر العرجاء، فبلغه أن الناصر داود سبقه إلى البلقاء ليقطع عليه الطريق حتى يأتيه بقية الجيش المصري، ولكن هزم الناصر لقلة عدده واستولى الصالح على أثقاله وعتاده، ثم عاد إلى العرجاء وصار إسماعيل ليقابل حلفاءه فانضموا إليه، ثم أقبلت طلائع الجيش المصري وكاد المصريون أن ينهزموا، وإذا بصوت يرتفع كما تعلمون. هذا الصوت قلب النتيجة، عندما نسأل قل وما النتيجة، فهذا الصوت قد قلب النتيجة وقال يا أهل الشام اتقوا الله، إنما أهل مصر جاءوا ليقاتلوا أعداءكم الصليبيين، فتوبوا إلى الله وانحازوا إلى المسلمين وقاتلوا الصليبيين. طبعا نعلم ماذا حدث بعد ذلك. ماذا أراد المسلمون بعد المعركة؟ وكيف اختلفوا في حقيقة ما أرادوا؟ أرادوا أن يكافئوا قطز ولكنهم لم يجدوه، وظن البعض أنه روح من أرواح الله بعثها، أو روح صلاح الدين جاء ليوحد كلمتهم، ولكن لم يعرفوا من مصدر الصوت. ما الذي فكر فيه قطز بعد المعركة؟ وهل وافقه ابن الزعيم بعد المعركة فكر فيه أن يسافر إلى مصر ليؤدي دور الجهاد هناك؟ وافقه سيده على ذلك وأراد عتقه، لكن قطز أبى. علل هنا أبى قطز لأن في رأسه شيء أهم، هو يريد أن يصل إلى أعلى المناصب، ولن يصل إلى ذلك إلا إذا ذهب إلى أماكن يترقى فيها كعبد أو كمملوك، فلا يوجد ترقية ولا يوجد لهذا الوطن إلا المماليك كما سنعلم في الفصل القادم إن شاء الله. ودعه ابن الزعيم بعد فرحته به وبما حققه من مكسب في خطته، وقد نفذ الخطة، وجعل يردد قطز وهو خارج من دمشق، وهو ينظر إلى قصر في ضرب القصاعين لما فيه من ذكرياته وحبه القديم، وبدأ يقول ما أقصاك علينا يا دمشق، وما أدناك منا، وما أدناك منا يا مصر. من الذي خرج مع قطز وما آخر تعبير صدر من قطز؟ كما ذكرنا الآن الذي خرج معه هو الحاج علي الفراش حتى يرافقه في الطريق ويبيعه في مصر للملك الصالح أيوب، ولا يبيعه لغيره، وأوصاه ابن الزعيم أن يقدم ثمنه لصديقه الشيخ العز بن عبد الثاني، صرف فيه كيف شاء. قبل أن يغادر القصر نظر إلى قصر سيده وقصر المجاور سادته الوحشة،
بعد أن كان روضة للحب الطاهر، وقال: ما أقصاك علينا يا دمشق وما أدناك منا أمس. يعني ابن الزعيم يعلم ما يدور في خاطر قطز عندما طلب منه ألا يعتقه. وضح ذلك. كان ابن الزعيم رجل فاهم لمراد قطز، ويعرف ماذا يريد قطز تماما. حين عرض عليه أن يعتقه، ولكنه توسل إليه ألا يفعل حتى يباع في مصر في وسط يسمح له بالترقي، فيحقق أمله في الوصول إلى المناصب العليا في مصر، فيحقق أيضا النبوءة التي كان يعلمها في داخله، ويحقق أيضا نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيته التي رآها وأبشره فيها بأنه سيكون ملكا على مصر، وأيضا لكي يصل إلى حبه القديم جولينار. أيضا لم يستبعد ابن الزعيم أن يحقق هذا الشاب الأمين القوي ما يطمح إليه، فبالتالي وافق على رأيه ولم يعتق. من القائل وما المناسبة؟ وأعتقد أن هذا هو السؤال الأخير حتى نبدأ في الأسئلة أو المناقشة التي نتركها، ونترك لكم الوقت القصير لكي تفكرون فيها. مرحى يا قطز، مرحى يا سليل خوارزم شاه، هذا والله دم الجهاد يثور في عروقه، وما يكون لي أن أخمده. نعم، إنه ابن الزعيم. يا أهل الشام، حي على النصر، حي على الشرف، إن أهل مصر إنما جاءوا ليقاتلوا وأعداءكم الصليبيين، وأنتم تقاتلون إخوانكم المسلمين، فقاتلوا جميعا أعداء الله. إنه صوت قطز في المعركة. ما أقصاك علينا يا دمشق وما أدناك منا يا مصر. قطز عند خروجه من دمشق: اللهم إن في صدر هذا العبد الصالح مضغة تهفو إلى إلهاء في غير معصية، فأتمم عليه نعمتك. الشيخ العز بن عبد السلام عندما طلب منه قطز أن يدعو له بعد أن دعا له أن يكون كان على مصر، فطلب منه أيضا أن يدعو له أن يزوجه من جلنار. ننتقل إلى الجزء الأخير وهو المناقشة. ورأى رجال الجيش المصري أنفسهم أنهم قد أضاعوا الفرصة وضعف رجاؤهم في النصر، واضطروا إلى الثبات ليشاغلوا عدوهم ريثما يأتيهم الإمداد من بلادهم، واحتدم القتال. وكاد المسلمون ينهزمون، وإذا بصوت يرتفع من صفوف الشاميين بين القلب والميسرة: يا أهل الشام، حي على النصر، حي على الشرف. هات في جمل مقابل الثبات. إن الثبات ليس بمعنى التوقف حتى تقول مقابلها الحركة، من الممكن أن تقول هنا الهروب. الفرار. ومعنى ريثما بمقدار. بمقدار. التحم أي التقى، واحتدم أي اشتد، وهنا احتدم وليس التحم. سؤال باء: ماذا طلب قطز من سيده ابن الزعيم قبل المعركة، قبل معركة قبل الهجور؟ طلب منه طلبين. الطلب الأول أن ينفذ خطته وأن يخرج في جيش الصالح إسماعيل وليس في جيش مصر، وأنه سيكون معه مجموعة مختارة
ستساعده على تنفيذ هذه الخطة حتى تنقلب الدفة على الصالح إسماعيل ويقاتل المسلمون جميعا الفرنجة. وطلب منه الطلب الثاني هو ألا يخبر أحدا بذلك حتى ولو كان الشيخ علي الفراش أو الحاج علي الفراش. طلب قطز أيضا من سيد ابن الزعيم أن يذهب في الجهاد مع الجيش المصري، ولكن كان رد ابن الزعيم كما ذكرنا. لماذا شعر المصريون بإضاعتهم فرصة النصر على الصالح إسماعيل؟ أولا لأنهم قسموا أنفسهم قسمين، ثانيا لأنهم تأخروا في نصرة الناصر داود، لذلك كانت خطة قطز هي السبيل الوحيد إلى النصر. ما دور قطز الحاسم في معركة تل العجور؟ نعم، نحن نعلم أن قطز لولاه ما كان الجيش المصري أن ينتصر جيش الصالح إسماعيل، فقد قام بدور عظيم في تحويل الجبهة من الهزيمة إلى النصر. فالآراء اختلفت، فمنهم من قال أنها روح من عند الله، ومنهم من قال أنه روح صلاح الدين جاءت لتوحد صفوف المسلمين، وهكذا اختلفت الآراء. لكن هناك من قال أن مصيره أنه قتل، ونحن نعلم أنه ذهب إلى الكرك لكي يبشر ناصر بهزيمة الصالح إسماعيل. لماذا استأذن قطز من ابن الزعيم أن يسمح له بالرحيل إلى مصر؟ حس قطز وعلم ابن الزعيم أيضا أن هذه هي نهاية وجوده في دمشق، وأنه يجب أن يؤدي دورا آخر في مكان آخر، فطلب منه أن يذهب إلى مصر وأن يحقق له رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويساعد ابن الزعيم بذلك. وطلب أيضا أن يكون بيعه في مصر لبيت الصالح من الدين أيوب. فكانت هذه الطلبات يفهمها ابن الزعيم جيدا، فهو يعلم قصة قطز جيدا، ويعلم أنه يجب أن يساعده على تنفيذ مخططاته جميعا لكي يصل إلى حكم مصر، ويعلم حبه أيضا لغلنار. رفض قطز العتق وأصر على البيع لسلطان مصر. لماذا؟ لأنه يريد أن يحقق حلمه بالترقي في المناصب لكي يسهل عليه أن يجد دولنار. أحبائي وأعزائي، أتمنى لكم دوام التفوق والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين. أستودعكم الله إلى محاضرة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.